بيتوجب على الإدارات العامة نشر المعلومات على مواقعها الإلكترونية بطريقة بتسهل البحث عن مضمونها ونسخها وتحميلها. وبما أنه نحن بموسم الانتخابات، جربنا نحصل على البيان المتعلق بتحديد المعايير للتمييز بين الإعلام والإعلان من الموقع المخصص للهيئات المعنية بتنظيم الانتخابات. تبين لنا أنه ما في تطابق مع المعايير الدولية والقانون اللبناني لجهة طريقة النشر. ومش بس هيك، كمان لقينا أنه وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإشراف على الانتخابات مش ملتزمين بتطبيق الفصل الثاني من قانون الحق بالوصول إلى المعلومات يلي بيتعلق بموجب النشر حكماً، بحيث حصلوا على التوالي على نسبة 33.33% و16.6% بس بحسب المؤشر اللي أعدته جمعية لا فساد لقياس التزام الإدارات العامة بهالفصل من القانون. بيتعين على وزارة الداخلية والبلديات وعلى هيئة الإشراف على الانتخابات أنهم يعطوا أهمية استراتيجية لموضوع الحق بالوصول للمعلومات، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي المناسب لاحترام فصل النشر حكماً، والرد على كل طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من الأفراد والهيئات ضمن المهل القانونية.